تذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل متابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وأيضا تعميق الصناعات المحلية اللي هتسهم بدورها أيضا في زيادة نسب الصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة وأيضا سبل تعميق الصناعات المحلية اللي بتسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. وكلف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى أنه سيعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين لمناقشة هذه الخطة والاستقرار على بنودها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وتكليفات سيادته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور اللي بيقوم به المشروع بالنظر لأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر والمتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول بول فالنتينو فاري قائد قوات الدفاع الملوية اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات.